دكتور، لو مثلا تم رحيل سمو الشيخ ناصر محمد من رئاسة الحكومة، هل سوف تنتهي مثلا هذه الحالة من القلق السياسي اللي تشهدها البلاد حاليا؟ شوف، أنا قلت من قبل أن لا يمكن أن أقبل أن أسطح المشكلة في أسماء أو أفراد. نعم، والمشكلة أعظم، المشكلة نهج. نعم. لكن بحكم الموقع، موقع الشيخ ناصر محمد كرئيس وزراء، يعني لو كان رئيس وزراء اسم آخر طرحنا هذا الاسم. نعم. لذلك احنا نتكلم عن موقع سمو رئيس مجلس الوزراء كرئيس لمجلس الوزراء، هو مدخل لأي حل جذري. نعم، وليس شخصيا. ولذلك تغييره لن ينهي المشكلة، وأي قادم بعده سيكون مثله إلا ما يتغير نهج إدارة الدولة. يعني فلذلك ما في شيء، هو الأصل تغيير النهج، وسأتيك الآن في المعالجة الجذرية. لكن بالبداية، لذلك احنا نطالب الآن برحيل الشيخ ناصر محمد، معناه استقالة الحكومة. لما نقول نطالب حل دستوري والعودة للناس وانتخابات مجلس جديد، وبالتالي اختيار حكومة جديدة، ندعو إلى أيضا المجلس، مو بس الآن ما عندنا شخصانيين. لكن الحل هو لا بد من أن يتغير نهج إدارة الدولة، وبمعنى أن يعود شأن إدارة شؤون الدولة للمؤسسات الكبرى فيه تحديدا مجلس الأمة والوزراء، يعني تشريعا وتنفيذا ورقابة. أن يكون هناك إصلاحات، أن يكون هناك معالجة حقيقية، معالجة جذرية، ليس قضية محاسبة على خطأ. شوف أخي الكريم، التشريع يعالج نقص محدد، المحاسبة تحاسب فرد أخطأ في قضية معينة وقد تصلح من هذا الحال، لكن لا يمكن أن تعدل وتصلح شأن عام، واقع عام. نعم. مسار دولة يحقق تطلعات شعب، إلا أنا بتقديري وصل النظام السياسي الكويتي إلى حالة الجمود، وأن السلطات تعطل بعضها البعض اليوم. نعم. وأن لذلك نحتاج علاج جذري، مبادرة لإصلاح النظام السياسي بالكويت تقوم على أسس ثلاث. نعم. أولها أن تستمر المؤسسات في قيام بواجبها، ولذلك سنستمر في القيام بواجبنا تشريعا ورقابة ومحاسبة. لا يمكن، لا أقبل أن ينحصر الأمر فقط بالمحاسبة والرقابة. نعم. لا يمكن، هذه واجب واستحقاق وسنستمر فيها. نعم. لكنها أقل من أن نستمر منحصرين فيها. فالاستمرار في أداء واجبنا وفق القائم. نعم. تعديلات، إصلاحات تشريعية وتعديلات دستورية. وأقول لك على السريع. نعم. حتى نعيد دولة المؤسسات احنا محتاجين لتشريعات قانونية كثيرة جدا. مثال، أولا إصلاحات في الجانب السياسي، قانون الدائرة الواحدة، إصلاح النظام الانتخابي، إنشاء الجماعات السياسية. العمل الفردي لا يمكن أن يستمر بهذه الصورة. نعم. ولذلك سيحسن من أداء، والإصلاح السياسي هو سينتج عنا إصلاح في المجالات كلها. نعم. الأحزاب السياسي مثلاً. في المجال الاقتصادي، في المجال المالي. نعم. أنا أعتقد الآن إنشاء الجماعات السياسية قد يكون هو المرحلة المطلوبة الآن. نعم. لذلك في يتعلق في إنشاء دولة المؤسسات أن يكون هناك استقلالية للقضاء، لأن القضاء هو الحكم العادل بين المؤسسات وهو صمام الأمان للدولة. نعم. بلا شك. أن يكون هناك إقرار لقوانين الذمة المالية، منع تضارب المصالح القياديين، أن يكون هناك إنشاء هيئة لمكافحة الفساد. استكمال دولة المؤسسات يحتاج مثل هذه القوانين بسرعة، تقوي من دولة المؤسسات وتغيب الفرد أين يكون موقعه. اثنين، الفرع الثالث وهو اللي ودي يعني استرسل فيه في ختام الحلقة، وهو الإصلاحات الدستورية، التعديلات الدستورية. نعم. راح نرجع